كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا. أخ سمير أبو أنس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا سؤال من الأخ صالح أبو عبد الرحمن الكاميروني مقيم بفرنسا ويسأل يقول ستقام دورة علمية في إنجلترا وسيحضر الدكتور سليمان الرحالي في هذه الدورة، لماذا تنصحون الإخوة هنا وحبذا لو تبينوا لنا حاله؟ أقول بارك الله فيك، بالنسبة للدكتور سليمان الرحالي فإن حاله لا يسر والله المستعان، وخاصة في الفتنة الأخيرة، فتنة ابن هادي، فتنة السعفقة. فالرجل وقف مناصرا لابن هادي مدافعا عنه ووصفه بالعالم المجاهد الصابر، ولا أدري عن أي جهاد يتكلم وعن أي صبر يتحدث. فهل قذف الناس في بيوت الله عز وجل يعتبر جهادا أم فسقا وفجورا؟ ثم جاء مرة أخرى وحاول أن يلبس في مسألة الكلمة التي أطلقها ابن هادي، كلمة عاهر، وأراد أن يلبس أنها لا تعني بالضرورة القذف وتحتمل غير ذلك من الكلام التافه الذي لا يصدر عن إنسان عنده ديانة فعلا. ولهذا كما نقل الشيخ عبد الله الطفيري عن الشيخ ربيع أنه لما سأل الشيخ ربيع كيف انحرف بعض المشايخ من ينتسب للسلفية في فتنة ابن هادي، فقال الشيخ ضعف ديانة. وهذا الذي نلاحظه، سليمان الرحالي هدانا الله وإياه في فتنة، أو لما تكلم محمد بن هادي في إبراهيم الرحيلي، وكان كلام بن هادي حقا لأنه وافق كلام العلماء، فالعلماء تكلموا في إبراهيم الرحيلي وبينوا حاله، الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ عبدالله البخاري، وتكلم بن هادي أيضا. فقام سليمان الرحيلي ورد كلام هؤلاء جميعا وناصر ابن عمه إبراهيم، ولم يرضى الكلام فيه، وإلى يوم الناس هذا لا نعرف له كلاما في إبراهيم الرحيلي. فلما جاءت فتنة ابن هادي الأخيرة هذه وقذف أناسا، قذف رجلا وطعن في مشايخ أفاضل من طلبة العلم السلفيين، بل طعن في غالب السلفيين في شتى بقاع الأرض، وكما قال الشيخ عبد الله البخاري أحدث فرقة وفرقة والعياذ بالله. مع كل هذه البلايا يصفه سليمان الرحيلي بالعالم المجاهد الصابر. فلهذا حذر منه الشيخ ربيع وحانها عن الحضور له، وسئل أنت تحذر من سليمان الرحيلي؟ قال نعم أحذر منه ومن كل من يناصر ابن هادي، وبين العلة للتحذير وهي مناصرة هذا الإنسان الظالم القاذف، ومناصرة أهل الباطل وأنت تعلم باطلهم، هذه لا شك سبب للتحذير منك، وهو كاف للتحذير منك، لأن أهل الحق لا يناصرون أهل الباطل أبدا. وما زال إلى يوم الناس هذا ويحضر لمن يناصرون ابن هادي كمحمد بن رمزان الهاجري، يحضر له ويفرح أن طلابه يحضرون عنده، شيء يسره. وهؤلاء بدأوا ينحدرون أتباع ابن هادي من هاوية إلى هاوية، حتى وصل بهم الحال إلى الثناء على من يدعو إلى وحدة الأديان وحوار الأديان وأخوة الأديان. فقد أثنى العميسان وأثنى
محمد رمزان ومن قبلهم دافع باجمول على خطيب عرفة الذي يدعو إلى حوار الأديان وأخوة الأديان، ووصل ببازمول أن يجعل حوار الأديان من تحت قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وكذب والله ما يدخل تحت هذا، بل حذر العلماء من هذا الحوار الذي بدأته الكنيسة الكاثوليكية أصلا لما رأت الإسلام ينتشر وأرادت إيقافه. ثم من الذين يحاورون؟ من الذين يحاورون النصارى؟ علماء أهل السنة، الشيخ الصالح الفوزان، شيخ الحيدان قبل هذا رحمة الله عليه قبل أن يموت، شيخ بن باز من قبل، شيخ بن عثيمين من قبل. هل وجدنا علماء الأمة هم من يحاور هؤلاء؟ وجدنا أهل البدع والضلال من أمثال هذا الخطيب وغيره من الأزهريين وغيره من الصوفية، بل من الروافض يحضر هذه المؤتمرات، بل الإخوان هم الذين يناصرون هذه المؤتمرات ويدعون إليها كالترابي وغيره، من أول من نادى بهذه المؤتمرات والحوارات. ثم يصل بهم الحال الآن إلى الثناء على هذا الخطيب، والعلماء يحذرون من هذا الحوار. الشيخ ربيع يرى أن حوار الأديان باب إلى أخوة الأديان وسبيل إليه، وهو كذلك فعلا، والشيخ صالح الفوزان أيضا ينهى عنه، الشيخ بن عثيمين أيضا ينهى عنه، ويأتي هؤلاء يقولون يدخل تحت قول الله تعالى وجدلهم بالتي أحسن. ولهذا لما ندعو الناس إلى التمسك بغرز العلماء الكبار حتى يتجنب الناس خطر هؤلاء لما يتدخلون في مثل هذه الفتن ويخالفون العلماء الكبار ويحاولون أن يسوغوا لهؤلاء الضلال والمنحرفين، لماذا قمتم في وجه الحلبي إذن لما أثنى على رسالة عمان؟ ما الفرق بينكم وبينه؟ هو أثنى على رسالة عمان وأنتم أثنيتم على خطيب عرفة الذي يدعو إلى ما فيه رسالة عمان، إلى ما تدعو إليه رسالة عمان تماما، والآخر صاحب الإسهال يجعل أخوة اليهود كأخوة المنافقين والعياذ بالله، وهذا من انحرافهم وضياعهم، والله المستعان. فالحقيقة القوم صاروا ينحدرون من هاوية إلى هاوية، نسأل الله السلام والثبات. ولهذا لما ندعو إلى ملازمة غرز العلماء الكبار هذا الذي ندعوه، قد لا ترى اليوم خطر من هؤلاء، لكن تعال في فتن قادمة ولاحقة يظهر لك ضلال وانحراف هؤلاء وكيف أضاعوا الدعوة السلفية من خلال مواقفهم المميعة التي تظهر في كل حادثة ونازلة، يتبين لك حقيقة هؤلاء القوم وأين يذهبون. فعلى الإخوة هناك أن يحذروا من هذا الرجل، الرجل هذا أنا أرى أنه خطير حقيقة، يقف صادا عن العلماء وإن كان يتظاهر بالثناء عليه أو حتى بزيارته، وفي الحقيقة يصد عن العلماء بمخالفة طريقتهم ومخالفة كلامهم. فالشيخ ربيع حذر منه، وأنا أحذركم منه أيضا موافقة للشيخ ربيع واتباعا له، بارك الله فيكم، فلا تحضروا له ولا كرام، والله المستعان، نسأل الله الهداية للجميع.